هكذا التواصل مشاهدنا الكرام بعدما شاهدنا وتابعنا بيان هي من كسبت الفوز والناموس والانتصار وقدم بيان مشاهدنا الكرام محمد بن حمد بن كردوس العامري لك التحية على فوز بيان وحصولها على المركز الأول وينطلق شوطنا الثالث القعدان المحليات الأصايل سن الثنايا انطلاق موفق نتمنى لجميع المشاركين في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة مقدمة الشوط هملول عوض بن محماس بن عوض الشامسي قدم أيضا هملول لكن اللي غير في هذه اللحظات غازي سعيد بن حمد بن سالم الدرعي سعيد بن حمد بن سالم الدرعي قدم غازي مع المركز الأول في هذه اللحظات أيضا وبهذه الإثارة أما المركز الثاني مشاهد الكرام يأتي كذلك أيضا صايب السهيل بن عويض بن سهيل الخيلي يأتي بدوره مع صايب خذ المركز الثاني المركز الثالث ينطلق اللي هو النشمي مسلم بن بخيت بن طاس العامري يقدم النشمي مع المركز أيضا الثالث المركز الرابع الحضور في هذه اللحظات والتقدم من الشرس حمد بن محمد الكربي العامري يأتي بدوره مع الشرس ملتحماً بركب المقدمة في هذه اللحظات المركز الرابع أو الخامس في هذه اللحظات التقدم وأيضاً الدخول من خلال تواجد مشاهد الكرام اللي هو أيضاً كايف وحمد بن محمد الكربي العامري يأتي بدوره في هذه اللحظات مع كايف خذ المركز الخامس في هذه الانطلاقة بهذه التحديات المستمرة ما شاء الله تبارك الرحمن لكن بسير في هذا المسار مع النشمي النشمي هو من غير الأمور في هذه اللحظات والشرس من الطرف الآخر في هذه الانطلاق وبهذه أيضا الإثارة ما شاء الله المركز الثالث أتابع المركز الثالث في هذا الأوان وتقدم صايب السهيل بن عويض بن سهيل الخيلي يأتي بدوره مع صايب خذ المركز الثالث الرابع يأتي كذلك في هذه اللحظات يتقدم غازي وحربي بن حارب بن سعيد الأخيري قدم غازي مع المركز الرابع في هذه اللحظات وبهذه أيضا الإثارة المستمرة تابع للمركز الخامس من الطرف الآخر والتقدم مع هملول يقدم هملول عوض بن محماس بن عوض الشامسي أتي بدوره مع هملول خاطفا للمركز الخامس في هذه اللحظات وبهذه التحديات لكن القدوم والتقدم في هذه الإثارة مع هملول طحنون بن حمد بن مبارك ايضا بن دحروية العامري بن دحروية العامري يتقدم بهذا التقدم وبهذا الابداع المستمر ما شاء الله وتبارك الرحمن وبهذه الاثاره المستمره ما شاء الله ولكن تابع له المركز الخامس هذا هو التقدم مع المركز الخامس ولا يبنى له طاري اللي هو ايضا مداهم مداهم في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمره هذا هو مداهم مشاهد الكرام يتقدم في هذا الاوان ويقدم مداهم حمد بن راهي بن خويدم الشامسي ياتي بدوره رعوديعه حاضرا في هذه الاثاره
يتقدم في هذا الابداع وبهذا التحدي المثير، وكذلك ايضا تدخل من خلال تواجد غازي والدوده بن سالم بالاسود العامري، يقدم غازي في هذا ايضا الابداع وبهذه الاثاره، وتقدم اخر مشاهد الكرام من خلال تواجد الحذر مبارك بن راشد بن محمد بن منينه الشامسي، وتدخل من خلال تواجد اللي هو ايضا ياتي القارح حمد او احمد بن علي بن سالم العمري، يقدم القارح في هذه اللحظات ما شاء الله، ولكن بسير في هذا المسار على الصداره على مقدمه الشوط مع المركز الاول هناك، هذا بن دحروي، هذا هو بن دحروي ما شاء الله، يقدم هذه النوعيات، يقدم هذا الابداع والتحدي والاثاره على مقدمه الشوط. حملول طحنون بن حمد بن مبارك بن دحروي العامري ياتي بدوره مشاهد الكرام مع هملول خاطفا لصدارة هذا الشوط، لكن الشرس من الطرف الاخر، الشرس من الطرف الاخر في هذه اللحظات، ويقدم حمد بن محمد بن كربي العامري، ولكن تدخل مع اللي هو مداهم، تدخل مع مداهم في هذه اللحظات، ويقدم مداهم هناك في هذا الانطلاق حمد بن راشد بن خويدم الشامسي، ياتي كذلك بدوره في هذه اللحظات العمري، يتقدم مع المركز الثالث في هذا الانطلاق من خلال تواجد القارح احمد بن علي بن سالم العمري، ياتي بدوره في هذه اللحظات مع القارح خاطفا للمركز ايضا الثالث، المركز الرابع ياتي بن منينه مع الحذر، الحذر خذ المركز الرابع في هذه اللحظات وبهذه ايضا الاثاره، يقدم الحذر مبارك بن راشد بن محمد بن منينه الشامسي، يا سلام عليك يا شامسي، المركز الرابع شوف تدخل في هذا الاوان، وتقدم مع الذهب، تقدم مع الذهب احمد بن محمد بعوانه المنصوري، ياتي بدوره مع الذهب خاطفا للمركز الرابع، ولكن اتابع ايضا مداهم على مقدمه الشوط، هذا هو مداهم في هذه اللحظات وبهذه ايضا التحديات المستمره على الصداره على مقدمه الشوط مع المركز الاول ما شاء الله، هذا هو مداهم على الصدارة على مقدمة الشوط مع المركز الأول، يتقدم في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة حمد بن راشد بن خويدم الشامسي، يتقدم راع وديعة بهذا التقدم وبهذه التحديات المستمرة على الصدارة على مقدمة الشوط ما شاء الله، يا سلام عليك يا راع وديعة على هذا التقدم وعلى هذا الإبداع مع مداهم، لكن بعوانه وصل ووصل العمري في هذه اللحظات على مستوى المركز الثاني، العمري مع القارح في هذه اللحظات، وكذلك تدخل مع بعوانه مع الذهب، الذهب بدأ يغير، الذهب بدأ يغير في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق المستمر على الصدارة على مقدمة الشوط، هذا هو الذهب بهذا التقدم وبهذا الإبداع المستمر على الصدارة على مقدمة الشوط، يتقدم الجموع الذهب أحمد بن محمد بعوانه المنصوري مع المركز الأول، هذا هو الذهب ما شاء الله، وهذا هو شعار بعوانه، يتقدم الجموع في هذه اللحظات وبهذه الإثارة المستمرة، لكن المحاولات مع اللحظات الأخيرة، المحاولات مع اللحظات الأخيرة يا بعوانه ما شاء الله، هذا هو الذهب، هذا هو الذهب، يحسب الناموس والانتصار، تهالينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، احمد بن حمد بعوانه المنصوره مكه ثاني، وصول مشاهد الكرام من خلال تواجد ايضا الرايق ومبارك بن مسلم بن سالم الغفيلي، والمركز الثالث المركز الثالث هو الحفل الكريم والرابع، وترك حتى المركز العاشر لاعضاء خط النهايه، وعود تفوز الزمني مقداره 7 دقائق و56، تهالينا على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار.